وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. أيها الإخوة في الله، إن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم سدى ولا عبثا، وإنما خلقوا ليعبدوا الله رجالا ونساء. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه العبادة التي خلقوا لها قد أمرهم بها جل وعلا، فقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعث بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا معضلا لا يؤمر ولا ينهى؟ كلا. قال تعالى: منكر على المشركين: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أفظننتم هذا الظن؟ فالله إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له. وهذه العبادة هي دين الإسلام، هي الإيمان والهدى، هي التقوى والبر، هي توحيد الله وطاعته. هذه العبادة سماها الله إسلاما، فقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وسماها إيمانا، فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وسماها هدى، فقال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وسماها برا، فقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبي، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، الآية. وسماها تقوى، فقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين اتقوا الله. فهذه العبادة التي خلق العباد لها جنهم وإنسهم هي تقوى الله، هي دين الله، هي الإسلام، هي الإيمان والهدى، هي توحيد الله وطاعته. فالواجب على جميع المكلفين أن يعبدوا الله وحده كما خلقوا لذلك، وذلك بتوحيده والإخلاص له والإيمان به وبرسله والإيمان بكل ما أخبر الله ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك، والإيمان بملائكة الله وكتبه وبرسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هكذا الدين الذي بعث الله به العباد، الذي بعث الله به الرسل وخلق له العباد: توحيد الله وطاعته، إيمان به وبرسله، الاستقامة على دينه. فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله الإيمان بالله ورسوله، تحقيق هذا الإيمان بتوحيد الله وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وأداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده. هذا هو دين الله، وهذا هو العبادة التي أنت مخلوق لها، وهذا هو الإسلام والإيمان. إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ولما سأله جبرائيل عليه الصلاة والسلام الإسلام، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان.
قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا دين الله. الإسلام، الإيمان، الإحسان. فمن استقام على دين الله وأدى حقه كما أمره الله فقد أدى الإسلام والإيمان والإحسان. ومتى أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، ومتى أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام. ومتى استقام العبد على دين الله وعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه، فإنه بذلك يقول قد أحسن، قد صار إلى مرتبة الإحسان وهي المرتبة العليا. المحسن هو الذي أدى حق ربه واستقام على دينه وعبده كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه ويراقبه جل وعلا. فالوصية أيها الإخوة وأيها الأخوات، الوصية العناية بأمر الله والتفقه في دين الله. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله الاستقامة على دين الله، وذلك بأداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده والتفقه في دينه. هذا هو الواجب على الجميع. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالواجب على المسلم أن يتقي الله ويتفقه في دين الله وأن يتعلم حتى يعرف ما أوجب الله عليه وحتى يعرف ما حرم الله عليه. وبذلك يؤدي أعماله على بصيرة وينتهي عما نهى الله عنه على بصيرة ويقف عند حدود الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والقرآن هو أصل كل خير، فيه الهدى والنور، فيه بيان كل ما يحتاجه العباد. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى: ونزلنا عليك كتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فكتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الدلالة على ما فرض الله وما نهى الله عنه، فيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، فيه الترهيب من سيء الأخلاق وسيء الأعمال. فالوصية أيها الإخوة أيها الأخوات بالله، الوصية العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته ومن تدبر معانيه والعمل بما فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ويقول: عليكم بهذا القرآن فإنه يأتي، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: يدعى بالقرآن يوم القيامة وبأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران. كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طين صواف تحاجان عن أصحابهما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، إن حجة لك إن عملت به وعليك إن ضيعت ولم تعمل به. والسنة تفسر القرآن وتبينه. فالواجب أيضا العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها الوحي الثاني وهي مفسرة القرآن والدالة على ما قد يفهم من معناه، كما قال الله سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول: وأنزلنا إليك الذكر، يعني يا محمد، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهو المبين ما بينه الله، الرسول يبين ما قد يخفى من كتاب الله
ويبين ما هو مطلق بقيده وما هو مجمع بتفصيله وما هو عام بتخصيصه. كل ذلك بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. فعلى المسلمين جميعا جنهم وإنسهم عليهم أن يتقوا الله وأن يعبدوا الله وأن يستقيموا على دينه وأن يعملوا بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يتواصوا بهذا وأن يتعاونوا على البر والتقوى. هذا هو الواجب على الجميع. يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم بالعصر وهو الزمان الليل والنهار وهو الصادق وإن لم يقسم سبحانه وتعالى، لكن لعظم الأمر قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني جميع أنواع الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالناس بخسران جن إنسهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله على هذا، هو سبحانه الصادق وإن لم يقسم. قال جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. والله يقسم من خلقه بما يشاء لما فيها من لما في مخلوقاته من الدلالة على عظمته وأنه رب العالمين. فأقسم بالذاريات، بالطور، بالنجم، بالليل إذا غشاء، بالسماء ذات البر، إلى غير ذلك، لأنها مخلوقات دالة على أنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه مستحق لأن يعبد جل وعلا. أما المخلوق فليس له أن يحلف إلا بالله. العبد ليس له أن يحلف إلا بربه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ليس لك أن تحلف بغير الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. وقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتهم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. فالواجب على المؤمن أن يحذر الحلف بغير الله. إذا أراد يحلف يحلف بالله وحده أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، ولا يجوز أبدا يحلف بغير الله جل وعلا كائنا من كان، لا بالأنبياء ولا بغيرهم. أما ربنا سبحانه فله أن يقسم بما يشاء من خلقه جل وعلا، لا أحد يتحجر عليه. ولهذا قال جل وعلا: والسماء ذات البروج والسماء والطارق والليل إذا يغشى. وقال في هذه السورة العظيمة: والعصر. هذه السورة العظيمة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالناس بخسران إلا الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ووحدوه خصوه بالعبادة وعملوا وحدوا الله وعملوا بمعنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله، وعملوا بشهادة أن محمد رسول الله، فشهدوا أنه لا معبود إلا الله، شهدوا أنه لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وشهدوا أن محمدا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، ثم انقادوا للعمل فوحدوا الله وخصوه بالعبادة وابتعدوا عن الشرك به جل وعلا واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم وساروا في نهجه واستقاموا على دينه. ومن ذلك المحافظة على الصلوات في الجماعة، فإنها عمود الإسلام وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والركن الثاني هذه الصلاة هي عمود الإسلام. فالواجب على كل مؤمن أن يحافظ عليها، وهكذا يجب على كل مؤمنة المحافظة عليها في وقتها: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. هذه عمود الإسلام، رأس الأمر الإسلام وعمده الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فأمرها عظيم، فالواجب المحافظة عليها والعناية بها والتواصي بها. الرجل يصليها في الجماعة والمرأة تصليها في بيتها مع الخشوع، مع الطمأنينة، مع العناية، مع إحضار القلب. يقول جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ويقول سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ويقول جل وعلا: وأقم الصلاة
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويقول جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا، يعني عذابا بعيدا شرا عظيما. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله وأن يستقيموا على دينه، وذلك بالإيمان به وبرسوله وتخصيص الله بالعبادة والإيمان برسوله واتباعه عليه الصلاة والسلام، والحرص على أداء الفرائض وترك المحارم. وأعظم الفرائض وأهمها بعد الشهادتين الصلوات الخمس، ثم الزكاة حق المال، ثم صوم رمضان، ثم حج البيت مع الاستطاعة، وهكذا أداء جميع ما فرض الله من جهاد، أمر معروف، نهي عن منكر، بر الوالدين، صلة رحم، صدق الحديث، الأمر المعروف، النهي عن منكر، إلى غير هذا. المؤمن والمؤمنة هكذا يلزمهما القيام بأمر الله وأداء فرائض الله. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه صفة المؤمنين والمؤمنات، هذه أخلاقهم، أولياء فيما بينهم، أحباء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كل واحد ولي أخيه وأخته في الله، يحب كل واحد لأخيه الخير ولأخته الخير، يكره لهم الشر، يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر. هكذا المؤمنون والمؤمنات مع المحبة في الله ومع الولاية يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. قال تعالى: أولئك سيرحمهم الله بأعمالهم الطيبة وابتعادهم عن محارم الله، وعدهم الله بالرحمة التي منها التوفيق في الدنيا والسعادة والجنة في الآخرة. وفي هذه السورة العظيمة والعصر إن الإنسان في خسر ذكر أن الناجي والرابح المؤمن العامل بالصالحات. إن الإنسان على الجهل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا، يعني حققوا إيمانهم بأداء فرائض الله وترك محارم الله، لا قول فقط، لا قول وعمل، هكذا الإيمان قول وعمل. ثم مع هذا تواصوا بالحق، يتناصحون، يتواصوا بالحق، يتعاون بالبر والتقوى، لا يغفلون، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم الرابعة التواصي بالصبر، لا بد من صبر، لا بد من صبر على الإيمان والعمل والتواصي بالحق، لا بد من الصبر. واصبروا إن الله مع الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالواجب علينا جميعا أيها الإخوة في الله العمل بما أوصى به ربنا والحذر مما نهى عنه جل وعلا، وذلك بعبادته وحده والاستقامة على دينه والحذر مما نهى عنه والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هكذا المؤمنون، هكذا المؤمنات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. والواجب الحذر من الغفلة والإعراض والتهاون بأمر الله. كثير من الناس يدعي الإسلام ويقول إنه مسلم، ثم تجده معرض عن الله وعن دين الله، ليس هذا هو الإسلام. الإسلام أن تستقيم على طاعة الله وأن تؤدي حق الله وأن تحذر محارم الله وأن تكون مع إخوانك أمرا بالمعروف نهيا عن منكر ناصحا لله ولعباده. هكذا المؤمن وهكذا المؤمنة، هكذا المسلم حقا، ليس هو الغافل المعرض المتابع لهواه، ولكنه المؤمن المستقيم على دين الله، المحافظ على حق الله، الناهي عما نهى الله عنه، الامر ما امر الله به، الواقف عند حدود الله. والله المسؤول ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وان يمنحنا واياكم الفقه في دينه والثبات عليه، ويجعلنا واياكم من عباده الصالحين الذين ذكرهم بقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن عباده المذكورين في قوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. نسأل الله جلنا وإياكم منهم، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه جل وعلا جواد كريم،
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكر الله لكم سماحة الشيخ وأثابكم وجزاكم خير الجزاء. وهناك سائل يقول: سماحة الشيخ، إني أحبك في الله تعالى، وسؤالي: كيف يطمئن المؤمن على حسن مستقبله في الآخرة؟ أما المحبة في الله فنقول: أحبك الله الذي أحببتنا له، والتحاب في الله من أفضل القربات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع ذلك وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فباضت عيناه، يعني بكى من خشية الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. السؤال: كيف يطمئن المسلم إلى حسن مستقبله في الآخرة؟ متى أحسن العمل اطمئن، متى أحسن العمل فليحسنه بربه. يقول الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فمتى أحسن العمل وجد في العمل ونصح في العمل حسن ظنه بالله، ومتى ساءت أعماله ساءت ظنونه. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يحذر محارم الله وأن يؤدي ما أوجب الله عليه. ومن علامات ذلك العناية بالصلاة والمحافظة عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. ويقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عنه العبد من عمل صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر والحديث أيضا: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة. فإذا حسبت نفسك وجاهدتها لله وحفظت على الصلوات في الجماعة وأحسنت في أعمالك، عند هذا يحصل ظنك بالله وتطمئن إلى ما وعد به أولياءه من النجاة والسعادة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم بشرى في الحياة الدنيا والآخرة. هم الذين آمنوا بالله واتقوه واستقاموا على دينه هم أولياءه. فمن أحسن العمل وجهد نفسه في العمل حسن ظنه بالله، ومن ساءت أعماله ساءت ظنونه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ربما كان قصد السائل سماحة الشيخ أنه يخشى أن تدخل عليه بعض العقائد أو بعض الأفكار التي فيها انحراف وهو لا يعلم. عليه يجهد نفسه في التعلم، على الأبد يتفقه في الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. على الأبد يتعلم حتى يعرف العقيدة التي يرضاها الله، وذلك بالتدبر للقرآن والإقبال على القرآن والعناية بالقرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن بيان العقيدة التي بعث الله بها رسله وأنزل بها كتبه، وفي السنة كذلك مع سؤال أهل العلم المعروفين بالعقيدة الصحيحة من علماء السلف، يسألهم ويحضر حلقات العلم يستفيد حتى يكون فقيها في دينه بصيرا في دينه. نعم. سؤال آخر يقول سماحة الشيخ: نسمع بالدعاء: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، فهل هذا مأثور صحيح؟ نعم، هذا من أحسن الدعاء. الإنسان قد يقع في الرياء وغيره من أنواع الشرك الأصغر، فليستعن بالله وليقول: اللهم إني أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، إن الله هو الذي يعلم ما صدر منك. فتقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأستغفرك لما لا أعلم. فأنت تجاهد نفسك وتحاسبها في أعمالك وأقوالك، فما علمت من معصية تبت إلى الله منه، وما علمت من خير شكرت الله عليه. ومع المحاسبة للنفس تعرف خيرها وشرها.
أول ما يحاسب عبد العمل صلاته، فما تحاسبت نفسك وجاهدتها فإنك حينئذ تربح الربح العظيم، فتحمد الله على ما هداك له من الخير وتشكره على ذلك، وتحذر ما نهاك الله عنه وتبتعد عنه، وتشكر الله الذي من عليك بالسلامة منه. سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله وأعانك وسدد خطاك وجعل عملك في رضاه ونفع الله بعلمك، سماحة الشيخ، رجل يخاف من الموت وهو يعلم أنه حق، فلا يتمتع بنوم ولا براحة، وهو في خوفه مع علمه بأن الموت حق، فهل هذا ينافي التوحيد؟ وما هو العمل مع هذا الذي أمرضه وزاد عليه في المتاعب أحيانا كثيرة؟ ذكر الموت مطلوب، ذكر الموت، الرسول قال: أكثر ذكر هذه لذات الموت، ذكر هذه لذات الموت، فذكر الموت مما يعين على الإعداد، لكن لا يجب للعبد أن يشغله ذلك عن طاعة ربه أو يجب له القلق، ولكن يجب له الحذر والاستقامة ومواتاة الخيرات والحذر من السيئات والتوبة إلى الله جل وعلا. الموت حق، كل هذه ذائقة الموت، وهو يهجم عليك وأنت لا تدري، فالواجب الإعداد لهذا الموت. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة الحذر من الغفلة، وأن يكثر ذكر هذه من لذات الموت، وأن يكون على باله حتى يعد العدة، حتى يجتهد في طاعة ربه، حتى يحذر المعاصي، حتى يستقيم على طاعة ربه، حتى يقف عند الحدود. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني خائفة، أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. هذه صفة الأخيار. قالت عائشة: رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويصاب الخمر؟ قال: لا، ولكن الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه، على وجل، على خوف. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فالواجب على كل مؤمن أن يخاف الله ويخشاه وأن يراقبه، وأن تكون هذه الخشية معينة له على طاعة ربه وعلى ترك محارمه، لا تكون مشغلة له عن طاعة الله، لا، يستعين بها على طاعة الله، يكون خوفا حقيقي، يخاف يعمل، مو بيخاف يجلس يبكي، لا، يخاف يعمل، يؤدي طاعة الله، يجتنب معاصي الله، يطلب الرزق الحلال، يبتعد عن الحرام، ينصح إخوانه، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، هكذا مؤمن مع الخوف يعمل، يجتهد في طاعة ربه، في كسب الحلال، في فعل المعروف، في ترك ما نهى الله عنه، إلى غير هذا من وجوه الخير، وهو بعد ذلك خائف وجل مشفق لا يأمن. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. العبد متى آمن بالله وصدق في إيمانه وابتعد عن الشرك وسائر المعاصي وعده الله بالأمن التام والهداية التامة سبحانه وتعالى، فعليه بالصدق وعليه بالجد وعليه بحسن الظن بالله، والله عند ظن عبده، متى أحسن في العمل واجتهد في العمل فإنه يظن بالله الخير والله عند حسن ظنه. نعم. هذا يسأل عن عدد من الأحاديث عن صحتها، فيقول: ما صحة الأحاديث التالية؟ روى الدارقطني بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: القدر نظام التوحيد. ويسأل عن حديث آخر وثالث ورابع.
ما أعرف رواية الدرغهاني، لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. فلما بقدر لا بد منه في القرآن والسنة الصحيحة، ما في حاجة إلى رواية الدرغهاني، جاءت الرواية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سأله جبرائيل عن ذلك قال الإيمان أن تؤمن بالله، لما سأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله قدر مقادر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء، رواه مسلم الصحيح. والله يقول في كتابه العظيم إنا كل شيء خلقناه بقدر، ويقول سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما شاء، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا بإذن الله، فالله جل وعلا كتب كل شيء، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأه. الحديث الثاني إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد. نعم صحيح. الحديث الثالث ماء الكمأة شفاء للعين. صحيح أيضا. والحديث الرابع الذي فيه ذكر صفة إقعاء ابن عباس بين السجدتين، وهل هو منسوخ؟ صحيح. وهل هو منسوخ؟ يعني يجلس على عقبيه، يفرش رجليه ويجلس على عقبيه، أو ينصبهما ويجلس على عقبيه، لكن أفضل من ذلك أن يفترش اليسرى وينصبه، هذا الأفضل. في الأحاديث الصحيحة الأخرى، في الأحاديث الصحيحة الكثيرة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بين السجدتين وفي التشهد الأول يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، وفي التشهد الأخير يجلس على الأرض يخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى ويتورك ويجلس على الأرض عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. وإذا أقعى كما في رواية ابن عباس أنه من السنة وجلس على عقبيه فلا بأس، لكن كونه يفترش اليسرى وينصب اليمنى بين السجدتين وفي التشهد الأول هذا أفضل، وفي التشهد الأخير يتورك يقعد على مقعدته يجري له اليسرى تحت اليمنى من يمين. نعم. وسائل آخر يسأل عن حديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ويقول إن شيخ محمد بن عبد الوهاب قد ذكره في كتاب التوحيد. نعم عقد له بابه. نعم. لا يسأل بوجه الله الجنة، فيه بعض اللين ولكن هذا هو الأحوط، أن لا يسأل بوجه الله الجنة، يسأل بوجه الله يكون سؤاله الجنة وما يقرب إليها. نعم. وسائل آخر يقول إن الله عز وجل قال في كتابه الحكيم ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويقول إنه ورد حديث ما نصه أو أنه عليه الصلاة والسلام قال من دل على معصية فله إثمها وإثم من عمل بها، هل الجمع بينهما بأن الدال على المعصية لا يأخذ إثم الذي فعلها بعده بل يأخذ مثلها أم غير ذلك؟ الآية محكمة، الله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل إنسان يتحمل ذنبه، ما يتحمل ذنب غيره، ما يتحمل ذنبه، لكن من دل على المعاصي وأعنى عليها صار له مثل من عملها، نسأل الله العافية. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه إثمها وإثم من عملها من بعده، فالذي يدعو على الخير له مثل أجر من هداه الله على يده، ومن دعا إلى الضلالة كان عليه مثل آثام من تبعه، نسأل الله. ويقول عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فالذي يدل على الخير له مثل أجر فاعله، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل آثام من تبعه، لا ينقص الله من آثامهم شيئا، نسأل الله العافية. هذا في التحذير من كل إنسان يدعو على الشر وأن يتحمل مثل آثامهم لأنه أضلهم، هذا داخل في الآية لأنه من عمله دل على الشر ولا بالله. ومن هذا حديث مستثنى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يعذب بما نيح عليه، يدل على التحذير من النياحة، الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من النياحة على الميت، وأن يعذب الميت يعذب من هذا مستثنى من الآية ولا تزر وزرة أخرى وزرة أخرى، للتحذير من هذا الأمر المنكر وهو النياحة. نعم. الأسئلة يا سماحة الشيخ كثيرة جدا، ولعلنا نحاول أن نأتي على عدد كبير منها. سائل يقول كيف نتعرف على الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة؟ هذا يحتاج إلى علم، يتعلم مصطلح الحديث، يتعلم ما ذكره العلماء في بيان الأحاديث الصحيحة والضعيفة
واصطلاحهم في هذا معرفة الرواة الثقات والضعفاء والشاذ وغير الشاذ والمنسوخ، هذا يحتاج إلى علم، فطالب العلم إذا تفقه في ذلك وعرف كلام العلم اهتدى إلى هذا، عرف الصحيح من الضعيف. أما من لم يكن له عند علم بهذا فإنما عليه أن يراجع كلام العلم حتى يعرف ما ذكروا أنه صحيح وما ذكروا أنه ضعيف. سائل يقول: في هذا الزمان قام كثير من الناس بهجر القرآن الكريم وتلاوته حتى أصبحوا لا يعرفونه إلا في الصلاة أو في رمضان، فمتى نكون قد هجرنا القرآن؟ وهل قراءته في الصلاة تجعلنا قد تخلصنا من هذا الهجر؟ الهجر الحقيقي هجر العمل به، الهجر الحقيقي هجر العمل به، من لم يعمل به فقد هجره، أما من عمل به فلم يهجره، لكن يستحب له الأكثر من تلاوته، يستحب له الأكثر من تلاوته ليلا ونهارا. قال كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقرأ القرآن كل يوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وقال: اقرأه في شهر إلى آخره، حتى قال: اقرأه في سبع. فالإنسان يجتهد في قراءة القرآن حسب الطاقة، سواء ختمه في شهر أو في شهرين أو ثلاثة، ولا يسمى هجرا إذا تأخر في الختمة، إذا كان يعمل به ويستقيم على دين الله ما يضره ذلك، لكن كل ما أكثر هو أفضل له، كن يكثر من تلاوته بتدبر حتى يستفيد من كلام ربه جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت بهم السكينة وأشهدتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فالمستحب للمؤمن أن يكثر من تلاوة القرآن، لكن على وجه لا يشق عليه ولا يمنعه من الأعمال الأخرى ولا يعطل عليه أعماله، بل لكل هذا وقت ولهذا وقت، لأعماله الدنيوية وقت ولأعماله مع أهل بيته وقت، وهكذا يوزع أوقاته. فإذا ختم في كل شهر أو في كل 40 يوما أو في كل شهرين أو في كل 3 كله خير، لكن مع التدبر والتعقل. سؤال عن السحر يا سمعة الشيخ: بعض النساء تخشى أن ينصرف عنها زوجها فتتفق مع امرأة أخرى تتعاطى السحر لكي تفعله المرأة الأولى لزوجها من أجل أن تحتفظ به ولا ينصرف عنها لغيرها، وتقول: إني لم أضر أحدا ولم أفعله بنفسي، فما حكم ذلك يا سماحة الشيخ؟ السحر والعياذ بالله من أقبح المحرمات، بل هو من الكفر نسأل الله العافية، فالواجب الحذر من ذلك لا مع الزوج ولا مع غيره. قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل هناك ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نوزه فلا تكفر. تعلموا السحر كفر، رد عن الإسلام، من نواقض الإسلام، فلا يجوز تعلم السحر ولا فعله، بل هو من نواقض الإسلام، لأن لا يتوصل إليه إلا بعبادة الشياطين وخدمة الجن وسؤالهم، فالواجب الحذر من ذلك، ولا يجوز فعل ذلك لا مع الزوج ولا مع غيره، ولا يتعلمه ولا السؤال عنه، بل تعلمه وتعليمه من الكفر بالله نسأل الله العافية ومن عبادة الجن والشياطين. هي تزعم المرأة أنها لم تفعله بنفسها ولم تباشره بذلك، لكنها رضيت به وطلبته، والراضي بكفر كافر، الراضي بكافر نسأل الله العافية. فالذي يرضى بالشرك مشرك، والذي يرضى بالسحر ساحر نسأل الله، والذي يرضى بالمعاصي حكم أهلها نسأل الله العافية. معنى ذلك سماحة الشيخ أنها إذا اتفقت مع المرأة الأخرى فهي قد رضيت به؟ نعم، وكان صاحبتها، كلاهما قد دخل في الكفر وقع في الكفر إن شاء الله. سؤال عن صيام الأيام الستة، تقول: نرجو إفادتنا حفظكم الله، هل يجوز اعتبار صيام الأيام الستة من شوال ضمن صيام المفروض على المرأة مما تبقى من صيام رمضان، أم عن عليها صيام الأيام الستة ثم ما فات من رمضان؟ صيام الست من شوال نافلة، من شاء صام ومن شاء ترك، مستحبة، من شاء ترك ومن شاء صام، والواجب العناية بقضاء ما فات من رمضان، فإذا قضى ما فات تصوم الست، إذا قضى ذلك في شوال تصوم الست،
وإن لم يتبسر ذلك فالحمد لله تقضي ما عليها من رمضان والست ما نزول لها أجرها إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان هم أتبعوا ستا من شوال. فالواجب البدء بالقضاء، تبدأ بالقضاء، فإن فضل من شوال شيء صامت وإلا فلا، ولكن مع النية الصالحة إذا استغرق صوم القضاء جميع الشهر فلا صوم لها من جهة الست، ولكن لها أجرها بسبب نيتها الطيبة وعجزها عن الصيام بسبب قضاء رمضان. فالمقصود أن الواجب القضاء، البدء بالقضاء، وإذا تسع وقت صامت الست وإلا فلا، الأمر واسع. الست فنافلة مهم لازمة. إذا صيام ما فات من رمضان لا يجزي عن صيام الست، لا يكفي عن صيام الست، لكن إذا استغرق صوم نعم. إذا كان عليها ما يستغرق هوال وهي نية الصوم يرجى لها أجر ذلك وإن لم تصوم، لأنها منعت من منع شرعي، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فالإنسان إذا منعه العذر عن العمل الصالح يكون له أجر العاملين. وإذا كان تحب صوم الست ولكن منعها القضاء لأن القضاء حول الشهر منعها القضاء فلا أجر الست. سؤال عن خطبة الجمعة، وهو أن البعض يقتصرون في الخطبة الثانية على الحمد والشهادتين والعبارة المأثورة إن أصدق الحديث كتاب الله، وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عن الخلفاء والصحابة والأدعية دون الحديث في موضوع الخطبة الأولى أو في غيره، فما قولكم في ذلك أثابكم الله؟ الواجب لابد من وعظ وموعظة في الخطبة الثانية كالأولى، لابد من موعظة ثم بعد ذلك يختمها، لكن كون يكتفي بمجرد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره لا، لابد من قول بعد أقول أما بعد، أن يذكر الناس ويعظ الناس بآيات أو أحاديث يتلوها عليهم يعظهم بها يذكرهم بها ثم بعد ذلك يكمل كالأولى. أسئلة عن الصلاة كثيرة، منها أنه طالب آت من خارج المدينة على مسافة 300 كيلومتر ومدته في المدينة 4 سنوات، فهل يجوز له القصر خلال هذه المدة باعتباره مسافرا؟ الواجب على من جاء إلى بلد وعزم الإقامة فيها أن يتم مع الناس، أن يتم مع الناس لأربعة، إذا كانت إقامته أكثر من 4 أيام نوى أكثر من 4 أيام يصلي مع الناس 4، وإذا كان واحدا ليس معه أحد وجب يصلي مع الناس 4، لأن الجماعة واجبة وليس يقصر وحده، ولزم يصلي مع الناس جماعة ويكمل 4. أما إذا كانوا جماعة وإقامتهم 4 أيام فأقل، من هو إلا إقامة 4 أيام فأقل، فلهم القصر ولهم الصلاة مع الناس 4. وأما إذا عزم على إقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم عند جمهور أهل العلم ولا يصلي 2، بل يصلي 4. نعم. ويوجد في ذلك نص يا سماحة الشيخ؟ أخذه العلماء من إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أقام 4 أيام يقصر ثم خرج إلى منى وإلى عرفات ثم سافر. والأصل في المقيم أنه يتم، هذا هو الأصل، الأصل وجوب 4، فلا تقصر إلا بدليل واضح، وليس هناك دليل يدل على القصر الذي لا شك فيه إلا إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة من يوم 4 إلى يوم 8 ثم انتقل إلى منى. بعض المصلين يطيلون السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة من صلاة الفريضة أو النافلة، فهل لذلك أصل يا سماحة الشيخ؟ ليس لهذا أصل، بل السجود الأخير كالذي قبله في الصلاة، السجود يكون متساوي، سجود في الصلاة في الأولى والثانية وهكذا الأخيرة. نعم. هل يشرع للمصلي أن يفصل بين ركعتي الفجر وبين تحية المسجد بحيث يصلي 4؟ لا، أسفلنا ركعتين، كما صلى في بيته النافلة الراتبة صلىها في المسجد وتكفي عنها، تكفي عن تحية المسجد، إذا صلى في المسجد سنة الفجر كفت عن التحية، وإن صلى في بيته سنة الفجر ثم جاء صلى التحية، إذا جاء الإمام لم يقم صلى التحية ثم جلس. وإذا فصل بينهما؟ لا، السنة يصلي ركعتين، إذا دخل المسجد يصلي ركعتين بنية الراتبة والحمد لله. هل يشرع للمصلي أن يسبح أو يسأل أو يتعوذ أو يشير بأصبعه في المواضع المناسبة أثناء صلاة الفريضة أو النافلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده بالليل يقف عند آية وعيد يتعوذ،
عند آية الرحمة يسأل، عند آية التسبيح يسبح، وأما في الفريضة فلم يكن يقف، ما نقل عنه كان يقف، بل يستمر في القراءة عليه الصلاة والسلام. وهكذا المشهور الأئمة على الاستمرار، والمأموم ينصت ولا يقف ولا يأتي بالدعاء عند آية الوعيد، عند آية الرحمة والتعوذ بالله الوعيد، لأن الإمام لم يقف، فالمأموم مأمور بالإنصات. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أما إذا كان في التهجد الليل ووقف الإمام يدعو فلا بأس يدعو المأموم، كما كان النبي يدعو في تهجده عليه الصلاة والسلام عند آية الرحمة، يتعوذ عند آية الوعيد، ويستسبح عند آية التسبيح كما روى هذا حذيفة وغيره. وإذا مر قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هذا عند نهاية إذا لوقع سبحانه وتعالى. أما رواية بلاء وأنا من الشاهدين في رواية ضعيفة، لكن إذا قال سبحانه وتعالى يعني انتهت القراءة. لكن عند آخر القيامة أليس ذلك بقادر على أن يقول بلى أو سبحانك فبلى، يعني هذه فيه ثابت لا بأس به. وعند قوله تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، يعني إذا لو استغفر، لأن انتهت القراءة، لو استغفر لا بأس، لأن انتهت القراءة ما في شيء ينصت له. أثناء القنوت في الوتر هل يستحب رفع اليدين؟ وإذا كان الرفع مستحبا فهل يرفعهما بمستوى معين؟ وهل تكون اليدان بوضع يشبه من يحمل بيديه ماء أم متباعدتين بمسافة تباعد المنكبين؟ لا، يرفع يديه أفضل هكذا متسقتين، وجوههما إلى وجهه، وجوه اليدين إلى وجهه حين الدعاء، كما رفع النبي في قنوت النوازل يديه، وقنوت الوتر مثله. إذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلصق يديه هكذا. نعم، هذه مع هذه في قنوت النوازل، وأما في قنوت الوتر فلا أعلم فيه رواية، لكن مثل قنوت النوازل. نعم. يقول سماحة الشيخ: أشهد الله أنني أحبك في الله، أما سؤالي فإنني لا أستطيع إحضار القلب في كل وقت للصلاة أو في كل وقت صلاة، أرجو الدعاء لي ولأمثالي بحضور القلب، جزاكم الله خيرا. أما المحبة في الله فقد تقدم الكلام فيها، ونقول: أحبك الله الذي أحببتنا، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من المتحبين في الله سبحانه وتعالى. ولكن نوصيك بإقبال القلب على الله والإخلاص لله، وأبشر بالخير، نسأل الله أن يوفق الجميع لمرضيه، وأن يجمع القلوب على التقوى، وأن يعمرها بذكره وعبادته وتعظيمه سبحانه وتعالى. فالمؤمن يحرص يسأل ربه التوفيق، يجمع قلبه على طاعة الله، ويتباعد عن الوساوس وعن الأفكار التي تشغله، يجاهد نفسه إذا دخل بالصلاة يجاهد. والإنسان مبتلى بالوساوس لكن عليه المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، مع المجاهدة يعينه الله. ما هي السنة في حركة أصبع السبابة في الصلاة سواء في التشهد أو أثناء قراءة الفاتحة وما بعدها؟ حال القراءة يضع اليمنى على اليسرى على صدره، هذا حال وقوف، يضع اليمنى على كفه اليسرى على صدره، وإذا جلس للتشهد يشير بالسبابة، يقبض أصابعه ويشير بالسبابة، يقبض خنصر وبنصر، ويحلق الهم على الوسطى ويشير بالسبابة في حال جلوس للتشهد. وإذا جاء الدعاء حرك للسبابة قليلا عند الدعاء، عند قولها اللهم صلي، وعند قولها أعوذ بالله من عذاب جهنم، اللهم إني على ذكري، إلى آخره، يشير بالسبابة حركة قليلة. يقول: إن العلماء اختلفوا في المأموم، فبعض في هل يجهر في هل في الصلاة الجهرية، فبعضهم يقول إن الإنسان يقرأ الفاتحة، وغيرهم يقول قراءة الإمام تغني عن قراءة المأموم، فما رأيكم؟ الصواب إن المأموم يقرأ في سكت الإمام، سكت فإن لم يسكت الإمام قرأ الفاتحة ثم أنصت، هذا هو الواجب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فالواجب على المأموم أن يقرأها ثم ينصت، سواء قرأها في سكتات إمامه أو مع إمامه، إن كان له سكتة الإمام قرأها في السكتة، فإن كان بلا سكتة الإمام قرأها ولو كان إمامه يقرأ، ثم بعد الفراغ منها ينصت. يقول: إذا سافر المسافر بالطائرة في اتجاه الغرب فيطول النهار لأكثر من 24 ساعة، فهل يصلي حسب الشمس أو يقدر تقديرا أو يفعل ماذا؟ يتبع الشمس إذا ركب قبل الغروب، إن كان صلى المغرب قبل الغروب
قبل في المطار الحمد لله، فإذا غربت الشمس وهو في الطائرة اتبع الشمس، فإذا غابت الشمس عنه في الطائرة صلوا المغرب. نعم. سؤال عن صلة الرحم، إذا أوقع الشيطان بين المسلم وإخوته من الأم أو أشقاء أو غيرهم، فما هو أقل شيء يعمله المسلم حتى يعتبر واصلا لرحمه غير قاطع لها؟ عليه المجاهدة بذلك حتى يسلم عليهم، حتى يصلهم بالمال إن كانوا فقراء، بالمكاتبة، بالهاتف، حسب الطاقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وقال الرجل: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال له صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفه المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم حتى ما دمت على ذلك. فالإنسان يصبر، يعمل ما يستطيع من سلام، كلام طيب، من هدية، من صدقة، حسب الطاقة، ولو من طريق المكاتبة أو الهاتف، حسب الطاقة، حتى يكون أدى ما يجب عليه من الصلة حسب الطاقة. سؤال عن المخاوف التي يخاف منها الإنسان في هذه الحياة بالنسبة للمعيشة وبالنسبة للأشياء التي تحيط به. يقول: فما هي الوصية التي توصي بها المسلمين في مثل هذه الظروف؟ أوصي كل مسلم بأن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يحسن ظنه بربه وأن يعتني بطاعة الله واتباع مرضاته والحذر مما نهى الله عنه، وله البشرى. يقول الله جل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. فعليه بحسن الظن بالله والاستقامة على دين الله والتواصي بالحق والتناصح مع إخوانه، وله البشرى. والحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. يجتبي ظن السوء، يحسن ظنه بربه، ويجتهد بطاعة الله، يسأل ربه العافية في سجوده، في آخر الصلاة يسأل ربه العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سلم الله العافية في الدنيا والآخرة، فما أعطي أحد خيرا وأفضل من العافية. يسأل ربه العافية، يسأل ربه التوفيق والهداية، يسأل ربه حسن الختام، ولا يسيء الظن بربه، مع طاعة الله، مع القيام بحقه، مع الحذر من معصيته، مع التواصي بذلك. هل يجوز التوسل بدعاء الصالحين؟ لا بأس. يقول: يا أخي ادعو الله لي، جزاك الله، ادعو الله لي، استغفر لي، لا بأس. هناك من يدعو قائلا: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، فهل هذا صحيح؟ لا، ما يبغي بدي أبس الله العفو، اللهم اعفو عني، اللهم إنك عفو تحب العفو، اللهم اغفر لي. الله يجزي، يسأل ربه خير الدنيا والآخرة، يجزي ويسأل ربه خير الدنيا، كما قال تعالى: أدعوني أستجب لك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وهناك من يتبع جملة الدعاء بجملة إن شاء الله. لا يستهدي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني، ليعزم المسألة، يدعو ولا يستهدي: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، أصلحك الله يا فلان، غفر الله لك، ولا يقول إن شاء الله. يجزم الدعاء، في دعاء يجزم: اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، جزاك الله خير، غفر الله لك، يا عذابك الله، اللهم اعفو عنا، اللهم اعفو عني، اللهم اغفر لي فلان، ولا يقول فيها إن شاء الله. نعم. أسئلة عن المال وعن الزكاة والتأمين. يوجد معي مال للدعوة إلى الله، فهل يجوز لي صرفه على أناس يقيمون دروسا علمية وتربوية وكلهم محافظون ومطيعون لله؟ إذا كان الدعوة إلى الله هذا منها، تعليم الناس الخير وعمل الدروس من أهل السنة والجماعة، إذا كانوا فقراء يعانون، اللي يدرس يعلم القرآن، يعلم الفقه، يعلم التوحيد، يدعو إلى الله، يسافر وهو فقير يعطى ما يعينه. توفي رجل ولم يكن له من الورثة سوى أخته الشقيقة وامرأته، وزعت تركته فأخذت أخته النصف وامرأته الربع، فماذا يفعل بالربع الباقي؟
يعطيها الأخت فضور أنت، يكون لها الرد. إذا كان ما لها عصبة تعطى الزوجة الربع والباقي للأخت فضور أنت. والتركة تكون أربع سهام متساوية، ربعها للزوجة وثلاث أرباعها للأخت فضور أنت. يبدو أن هذا شاب صغير يقول: ماذا أفعل بمال وجدته في مكة؟ تعطيه المحكمة، سلمه المحكمة والمحكمة تكفي. إذا كنت وجدت سلم المحكمة محكمة مكة، وهي تعمل بما يقتضيه الشرع إن شاء الله. وإذا كان قليلا؟ إذا كان حقير ما يضر، ريالين، عشرة ريال، خمسة ريال، الأمر حسنة ما يضر. هل المساهمة في الشركات شراء الأسهم حلال أم حرام؟ وإذا كانت حلال كيف تجب الزكاة فيها؟ تجب في رأس المال أم في الأرباح؟ إذا كانت المساهمة في أراضي، في بيوت، في سيارات، ما في بأس. إذا كانت للتجارة زكى الجميع، إذا كان أما كأرض ما هي للتجارة، إنما تؤجر فقط، فالزكاة في الأجر، في الأجر إذا حال عليها الحول. أما أراضي أو بيوت أو سيارات تباع وتشترى زكى الجميع، لأن كلها للبيع، البيع كلها معدة للبيع. رجل مسجون من أجل دين وله ليس له مال سوى عقار، هو وإخوته من أبيه، وهؤلاء الإخوة يرفضون البيع، فهل تحل له الزكاة؟ لا، يطلب من المحكمة بيع العقار، يوفى منها الجزية، إلا إذا كان العقار لا يوفي الدين يعطى ما يسدد الدين. إذا كان العقار لا يفي به يباع العقار يسدد منه الدين، وإذا كان بقي شيء يعطى منها الزكاة. وهو ما يمنعونه، إذا منعوه عندها المحكمة. إذا كان العقار يمكن أن يوفي الدين يجب عليه المبادرة. نعم. هل يجوز بناء سور أو استراحة لأيتام قُصّر من مال الزكاة؟ هل إيش؟ هل يجوز بناء سور لأرض أو استراحة لأيتام قُصّر من مال الزكاة؟ إذا كان سور بيتهم منهدم ومعجزون لا بأس، أما استراحة ما لها لزوم استراحة، لكن إذا كان بيته وسكنهم هم بحاجة إلى شيء من إصلاحه يعطى من الزكاة ما يصلحون به. كما يعطون لكسوتهم وطعامهم يعطون لإصلاح بيتهم. وضع المال في البنوك الإسلامية مع أنها توزع أرباحا سنوية، هل هو حلال أم حرام؟ إذا كانت تعمل بالأمر الشرعي بلا بأس، إذا كانت البنوك الإسلامية على حقيقتها لا تعمل بالربا لا تعطى، وإذا كانت تحصي الأرباح كل سنة وتوزع لا بأس، لكن لا بد أن يكون البيع والشراء بزيادة مشاع بيع الشرعي بيع الإسلامي، الأرباح بجزء مشاع بيع السلعة بنصف الربح للربح ربع الربح كما هو الأمر المعلوم، وهو بالأرباح الربوية التي يبيع العشرة بعشرين أو العشرة بثلاثين أو هذا الربا اللي يفعله بنوك الربا لا، لكن يبيع السلع والربح بينه وبين صاحب المال بالنصف بالثلث بالربع، هذه الأرباح الشرعية. يا البنك الإسلامي يبيع السلع ثم يقسم الربح بينه وبين أهل الأموال على الشرط اللي بينه بالربع بالثلث بالخمس بالنصف. نعم. إذا كان لدى الإنسان أرض، إذا كان يملك أرضا ولديه النية في بيعها بعد فترة لا يدري متى هي أو كم هي، وإنما متى ارتفع سعرها، متى عزم على البيع تلزمه الزكاة، متى عزم على البيع تلزمه الزكاة إذا حلال بعد العزم. وإذا كان في الوقت الحاضر ما عنده نية بيع، فإذا عزم على البيع صمم على البيع وثم تم الحول زكى قيمتها. امرأة أعدت مالا لتخرجه زكاة لحليها فضاع منها هذا المال، فهل يجب عليها أن تخرج مالا بديلا عنه؟ نعم، إذا أعدت الشيء للزكاة ثم ضاع عليها أن تخرج بدلا منه. ولو سرق ما بعد وصلها لم يصل إلى مستحقه. هل يجوز أن تعطي المرأة زوجها زكاة حليها إذا كان مديونا؟ لا بأس، على الصحيح لا حرج أن تزوجها إذا كان فقيرا. ما مشروعية إنشاء مشروع يدر دخلا بأموال الزكاة على أن يوزع دخل هذا المشروع على مصارف الزكاة الشرعية؟ أن يظهر الواجب إنفاق الزكاة حالا ولا اشترى بها شيء، الواجب متى جاءت الزكاة من أهل الزكاة توزع بينها فقراء، ولا اشترى بها عقار ولا غيره. سؤال عن اجتماعي عن زواج الأقارب،
يقول: ما حكم الشرع فيما نسمعه الآن من بعض الأطباء عما يحدث من تشوه للأطفال ويقال إنه نتيجة زواج الأقارب، فما حكم الشرع في ذلك؟ هذا لا أصل له، لا أصل له، ولكن إنسان يسأل ربه العافية، يسأل ربه العافية ويتزوج حيث يرى المرأة الصالحة. والنبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاضرب إذا دين تريبه لديك. فهو يلتمس المرأة الصالحة من أقاربها ومن غيرهم. والشوهات الله أعلم لها أسباب مما يتعاطاها النساء من الحبوب وغير الحبوب والأشياء التي ما تشوش على ما يقع في الرحم. المقصود أن مثل هذا لا يقال له بسبب الأنساب، ولكن له أسباب أخرى. فالواجب على المؤمن أن يحسن ظنه بربه ويسر ربه العافية، وأن يختار المرأة الصالحة من أقاربها ومن غيرهم. يقول: ورد في السنة أنه كان يأتي الأعرابي إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأل عنه عليه الصلاة والسلام بقوله: أيكم محمد؟ فهل هذا صحيح؟ وهل إذا صح ذلك يؤخذ منه أن الأفضل للمسلمين وبخاصة في مجتمع معين أن يكون لباسهم موحدا أو شبه موحد؟ لا، ما لزم موحد، ما كان موحد حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: أيكم محمد؟ الأمانة لباس خاص عليه الصلاة والسلام، قال: يلبس ما يلبس الناس، يلبس ما يلبسه الناس. فالمقصود أن الناس كلي على قدر حاله، هذا فقير وهذا وسط وهذا غني وهذا يعتاد هذا وهذا، ما في حد محدود للباس، لكن لا يسبب الكفار ولا بالنساء.